في سهلة تسهيل باش نحكيو على البترول وشو حكيت البترول وقالوا يا مريم البترول ولا بليش وسليم طوب باش يفسر لنا الحكاية هذي سهلها تسهيل سهلها تسهيل سهلها سهلها تسهيل أي هاب باش نحكي لك ماري فريال عاد مش ماري فريال وماري مزوز نهار 20 أفريل لأول مرة في التاريخ صوم برميل النفط الأمريكي طاح أقل من 0 دولار والأسبوع اللي فات وصل لحتى ناقص إلا 38 دولار معناها المنتجين مستعدين يدفعوا 38 دولار باش يتخلصوا من الكميات اللي هي عندهم يا سادة أول حاجة لازم نعرفوها اللي سيستم تاع البترول يرتكز على حاجة اسمها التزامات بيع كيما الكمبيالات بلغتنا تحدد السوم وأجل التسلم قبل بفترة في الحالة متاعنا قاعدين نحكيو على البترول الأمريكي وهنا لازم نركزوا على اللي فما برشا نوع متاع بترول أهمهم البرنت متاع لندن والنفط الأمريكي اللي هو طوى نحكيو عليه كيما في البورصة كل سهم عنده اسمه وكريق النفط متاع أمريكا كانوا برمجين الليفريو لتونس في مي الكونتراتويت متاع الكمبيالة متاعه واللي هما يفيو نهار 21 أفريل أما قبله بنهار نهار 20 أفريل وقت ما مازالوا كان شوية سويعات باش نجم تشري ولا تبيع المخزون المخصص لشهر مي الشيء قاعد على قلوبهم ولا حد نجم ياخذوا هنا نرجع بكم الفازة اللي يروا الكمبيلات هذوما ياخذوهم عباد ما عندهم حتى علاقة بالبترول شركات وعباد خدمتهم البيع والشراء أكهو وما ياخذوش النفط يديهم برامل يا فريال ما ياخذوا كان الكمبيلات اللي باش يبيعوهم بعض العباد اللي حاجتها بالحق بالنفط يقول قايل علاش حد ماخذاهم لازم نعرفوا اللي سوم النفط العالمي مش مربوط بالعرض والطلب كهو اما هو مرتكز على جيوبوليتيك العالميه من امريكا وروسيا حتى بعض الدول العربيه ومن اواخر التسعينات المنتجين يتحكموا في صار بالصراعات بالعرق هالمقدمه الكل باش نرجعوا للي صار في اول شهر مارس وين اجتمعت السعوديه بروسيا وقتلها نقصنا شويه في الانتاج باش نجموا نطلعوا في سوم البرميل في السوق العالميه وكي روسيا رفضت السعوديه قادت نهائيا وطيحت في سعر البرميل او ما نسميه بلهجتنا تكسير السوق ولا تكسير السوم كيما قال إفريق دونك لهنا بدا سوم النفط العالمي يتيح وسورتو النفط الامريكي كي بدا مفعول فيروس الكورونا ينتشر في العالم الديناميكيه الاقتصاديه تشلت والكلها شدت والطلب العالمي للبترول طاح بقرابه 30% والسوم كمل على مرمته امريكا حتى كي طاح طلب كملت تنتج هذا الكل باش الابيار ما تفسدش بتبيع وقاعده تخزن لين ما عادش عندها بلاصه بون قبل ما ننساو لازم نقولوا اللي راهو البترول ما يتفرقش برميل زيت راهو يتحط في خزانات البواخر العملاقه والانابيب والبرميل راهو فيه 159 ايترا تو السؤال يطرح نفسه برسم البترول ولا ببلاش بون اذا عندك باخره فارغه تعاون فيها على التخزين اي ويخلصوك من فوق اما راهو لازم نذكروا اللي صار السلبي هذا النيجاتيف اللي قلنا الا 38 دولار ما يخص كان عقود نتاع ليفريزون تاع شهر ماي اللي هما ديجا مبرمجين من افريل اما مثلا بالنسبه لعقود نتاع جوان اللي تتعقد من افريل ما هيش كارثية برشا وقاعدة تدور في زون العشرين دولار هكيكا ما يقعد شوية وطو مدام ميم سايب على البطيخ يقول قايل تونس زعما يوصلهيش يتطش شوية وتنقصنا في سعر المحروقات مثلا با هذا موضوع كالعادة لازم طاولة واربع كراسي اما المرة الجاية نطبوا الحكاية بشوية بشوية ونفهموها بطريقة سهلة وبسيطة من طول وقتها شدوا حجركم ليه الحكاية وحدة لما يتي يمشي يخ وثلاثة أربعة بريم اللي يخليهم تحت راسه يعرش على الدنيا تعرش عليه فريم تعرش عليه دونك احنا نقولوا لهنا يراه صعيب باش يوقفوا تخريج البترول هو صحيح سؤال نجم يكون سؤال بيه خاطر مثلا يقول قائل علاش هما قاعدين ينتجوا وقت اللي ما عندهمش وين يستوكيو ويخبيوا البترول المشكلة هنا انه الكو الثمن اللي باش تخلصوا اذا كان توقف الماكينات على الانتاج كبير برشا والشيء اللي خلوهم يدفعوا 8 الا يعني يخلصوك 38 دولار للبرميل جوست باش تخليه عندك تلمون الكو نتاع انك توقف عمليه الانتاج كبير برشا دونك اللي عنده بابور ولا اللي عنده هك حتى زوداك صغيره يمشي يقصد ربي اي بلاتفورم قاعدين يطلعوا فيها في البترول يعبيه شويه يخليهم على ميت يعطيك صحه سليم دونك هذه كانت سهله تسهيل لليوم نعاود نذكروا الناس اللي هي بالاشتراك مع سهله يلقاو اللينك نتاع الارتيكل هذايا فوق الفيديو على نوتر باج فيسبوك